مرحبا، يعطيكم العافية. اليوم فيديو ثاني من الفيديوهات اللي بلشنا فيهم من أسبوع أو أسبوعين، وكان عبارة عن 10 في 10 أو 5 في 5، positive versus negatives، likes dislikes، advantages أو disadvantages، من أشياء نحن نحتاج نحكي عنها سواء بالمواضيع اللي أنا بحكي عنها أو بالمواضيع اللي راح تقترحوها إن شاء الله في الكومنتس في هاي الفيديوز. إذا أول مرة عم تشوف الفيديوز فاعمل لايك شير سبسكرايب، اعمل enable notification بالله حتى يوصلك النوتيفيكيشن أو الإشعارات لكل فيديو راح ينزل ان شاء الله من هذا النوع. واذا عندك اقتراحات لشو المواضيع اللي انا ممكن احكي فيها فياريت لو تشاركنا فيها في الكومنتس. اخر شيء انه اذا في عندك بوزيتيفز ونيجاتيفز في المواضيع اللي انا بحكي فيها انا ما حكيتها فياريت لو برضو تحكي لنا رايك وتشاركنا فيها بهاي الكومنتس. وخلينا نبلش. الموضوع اللي راح احكي فيه اليوم موضوع مهم سألت عنه كثير مني، انا عم بحكي عن فيديوز الشغل في قطر او العيشه في قطر او الزياره لقطر او وات ايفر، انك انت تركت المكان اللي انت موجود فيه وجيت على دوله قطر لاي سبب من الاسباب. فمن الاسئله اللي كثير سألتها ايش هي محاسن ومساوئ او محاسن وتحديات اني انا اعيش في دوله قطر. لهيك اليوم في الفيديو راح احكي لك عن هاي البوزيتيفز والنيجاتيفز اللي انت كنت موجود في دوله قطر، ايش اللي ممكن تلاقيه وايش اللي ممكن يواجهك. اول نقطه من المحاسن اللي انا بدي احكي لك اياها اللي هي الكواليتي اوف لايف او جوده الحياه بدوله قطر، هي صراحه على ليفل عالي، مستواها احسن اكيد من الدوله اللي انت راح تكون موجود فيها اذا كنت عم تشتغل بنفس المجال اللي انت عم تشتغل فيه واخذت البوزيشن اللي انت بدك اياه بطريقه مناسبه من ناحيه الراتب والى اخره. بشكل عام مقارنه الكواليتي اوف لايف بدوله قطر هي اعلى من الدول المحيطه فيها بشكل عام. On the other hand، النيجاتيفز اللي ممكن انك انت تلاقيها، اول نقطه انك انت تقدر تتاقلم مع سيستم الحياه الموجود في دوله قطر. هو مش معقد لكنك انت اكيد منه مختلف عن المكان اللي انت عايش فيه ومتعود عليه في فتره حياتك كلها، فاكيد راح تلاقي شويه صعوبه في التاقلم مع هذه طبيعه الحياه الموجوده في دوله قطر. من النقاط اللي كثير انا بعتبرها من البوزيتيفز الموجوده في دوله قطر انه المواصلات في دوله قطر مؤمنه بشكل كامل. العرب بيستخدموا تاكسي، بيستخدموا اوبر، بيستخدموا كريم، بيستخدموا الخدمات هاي، لكن الاجانب بيستخدموا مثلا ممكن يروحوا في الباسز اللي موفره، او انه بالاخر انت في عندك هلا حاليا عم يتم انجاز خط المترو الموجود في دوله قطر، وبساعد كثير على التنقل في دوله قطر وبغطي اماكن كثير واسعه مع محطات وكواليتي عاليه لهذا السيستم. خلينا نحكي التحديات من ناحيه المواصلات، اني انا بعتبر انه المواصلات في دوله قطر غاليه، خاصه اذا انت بتركب تاكسي اوبر وكريم اند سو، لكن بتركب المترو او بتركب الباص فهو يعتبر من وسائل النقل الرخيصه. على الاخر خلينا نحكي من المحاسن انه انت عندك قابليه تستاجر السياره باي وقت انت بدك تستاجر فيه، وكثير متوفر بسهوله انك انت تستاجر السيارات، فهذا من البوزيتيفز اللي انا بعتبرها من ناحيه المواصلات والتنقلات في دوله قطر. من البوزيتيفز اللي انا بعتبرها برضه موجوده في دوله قطر نظام الخدمات الصحيه، وهو انك انت بتقدر تتمتع بخدمات التامين الصحي وتتمتع بخدمات مؤسسه حمد الطبيه. على الاخر من المساوئ اللي انا بعتبرها بنفس هذه النقطه او التحديات اللي بعتبرها بنفس هذه النقطة انه العلاج في المؤسسات الصحية الخاصة يعتبر غالي او اغلى اكيد من دولتي مثلا الاردن، فهو يعتبر اغلى العلاج في المؤسسات الخاصة. من التحديات او من خلينا احكي البوزيتيفز الموجودة في دولة قطر، انه انت بتقدر تلاقي عمل، هذا العمل يغطي مصاريفك واحتياجاتك في دولة قطر، وخلينا احكي الراتب اللي بتاخذه بيغطي هاي الاحتياجات. من التحديات الموجودة في هاي النقطة انه اساسا الحياه تعتبر غاليه في دوله قطر، يعني انك انت لما تعمل كل الاكتيفيتيز الموجوده في دوله قطر انت بتحتاج انك تصرف على هاي الاكتيفيتيز فتعتبر غالي نوعا ما، فانت محتاج عمل وباكج يغطي هاي خلينا احكي النقطه او هاي المصاريف. التعليم في المؤسسات الحكوميه يعتبر من البوزيتيفز العاليه في دوله قطر، لان التعليم اصلا ماخذ رانك عالي في دوله قطر على مستوى العالم، فالتعليم في المؤسسات الحكوميه في دوله قطر متوفر، لكن مش الكل بيقدر ياخذ مقعد في مدرسة حكومية أو مدرسة التابعة للحكومة لأنه عليها ضغط كبير وإلى آخره. لكن الشيء الجيد أنه كل مدارس الحكومية والخاصة وغيره هي تابعة لها أو تحت إشراف وزارة التعليم والتعليم العالي. On the other hand، الشيء اللي أنا بعتبره من التحديات خاصة في نقطة التعليم أنه أنك أنت ما قدرت تلحق مقعد في مدرسة حكومية، فأنت راح تحط مبالغ كبيرة على التعليم في دولة قطر في المدارس الخاصة، في الخدمات الخاصة، في الجامعات الخاصة أو في الجامعات الجنرال. فالموضوع في التعليم يعتبر غالي إذا أنت ما كنت عم تدرس في مدرسة حكومية. هلا بما إنه الفيديو عم بصير طويل فأنا بدي أوقف عند النقطة الخامسة، وبعتبر هذا الفيديو 5 في 5، وفي الجزء الثاني من هذا الموضوع راح أحكي عن نقاط أخرى من محاسن وتحديات المعيشة في دولة قطر. شفت إنه هذا الفيديو مفيد، إذا أنت شايف أو حابب تشارك فيديوهات كثيرة من هذا النوع بدك نحكي بمواضيع أكثر من هيك، يا ريت لو
نعمل لايك شير وسبسكرايب، نعمل انيبل نوتيفيكيشن بيل، ونشارك في الكومنتس براينا بهذا الموضوع، ايش النقاط اللي ممكن تخطر على بالنا اذا احنا كنا عارفين او عايشين في هاي الدوله. شكرا لكم، بشوفكم في الجزء اللي بعده.